الكرة بالرأس. القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة وجول. القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن، سجلها مية مية. واللاعب اشتغلت معانا هو الأهلي والزمالك، ولعب ركلة البداية والشغل اللي بتاعنا. طبعا طبعا يا جدعان، الناس اللي هي بتقول لي مش عارف احمل اللعبة، مش عارف اثبتها، مش عارف اعمل ده، الكلام ده كله، ان شاء الله الطريقة دي تقدر تحمل بيها اي نسخة لعبة اف اس معاك بدون اي مشاكل. يلا بينا نشوف على الطريقة ازاي. بسيب لك الرابط في الوصف زي ما انت شايف كده، انت تتفرج على الفيديو سالك الرابط في الوصف او في اول تعليق مثبت، وتدوس على الرابط. تمام، وبعد ما بتدوس على الرابط بتلاقي عندك الصفحة دي فتحت معاك زي ما انت شايف، فتحت معاك بالطريقة ديت. بتنزل وبتنتظر ال 14 ثانية دول، بتنتظرهم ينتظروا مع 14 ثواني 9 ثواني، وبعد كده بتدوس على ايقون التحميل دي بعد ما تستنى كام ثانية. بعد كده بيظهر لك هنا اعلان، بتدوس على علامة غلط اللي فوق ديت على اليمين، وبعد بتنزل تاني وبتلاقي عندك اللي بيعد معاك كام ثانية دول بتنتظرهم. وطبعا يا جدعان بعد ما بيعدك معايا الكام ثانية دول، بيظهر لك على طول ملفات اللي هي اللعبة اللي هي الاي بي كي والاو بي والداتا. اول حاجة تروح الملف الاي بي كي، تعمل له تحميل، بتدوس على تحميل على طول اللعبة زي ما انت شايف بيحمل معاك اللعبة بهذه الطريقة. بتروح على التحميلات بتلاقيه بيحمل معاك اللعبة. تمام، وبعد كده يا جدعان بتحمل ملفات بنفس الطريقة ديت، بتحمل ملف الاو بي وملف الداتا بنفس الطريقة دي زي ما انت شايف. طبعا يا جدعان دلوقتي انت حملته 3 ملفات. اول حاجة بقى بعد ما تحمل 3 ملفات، بتروح على المتجر وتحمل برنامج زد ارشيفر وتثبته، اللي هو البرنامج الاخضر ده، بتسد ارشيفر في البحث بتاع المتجر وبتثبت الملف البرنامج دوت. تمام، وبعد كده بتروح ملف الداونلود جوه البرنامج، الذاكره الداخليه ملف الداونلود، بتلاقي الملفات اللي انت حملتها اللي هو الاي بي كي والداتا والاو بي. طبعا اي لعبه اف تي اس او اي لعبه دريم ليجا بتكون من 3 ملفات، او بي وداتا او بي كي او اي بي كي. تمام، اول حاجه في اي لعبه اول حاجه بتعملها طبعا بتروح تفتح ملف طبعا هي عندك الملف دوت، بتعمل له استخراج استاكت هير، بتلاقي عندك ظهر ملف الاي بي كي، فبتعمل اول بتعمل له تثبيت انستول. طبعا انا ثبته قبل كده فثبته تاني معاك عادي، وكده بتعمل تم بعد ما تثبته اللي هو ضن يعني. وكده ملف الداتا يا جدعان بتعمل له فتح او فيو، وكده ملف دوت بتعلق عليه كده ضغطه مطوله، بتعلق عليه ضغطه مطوله كده وبتاخده نسخ او كوبي، وبتروح للذاكرات الداخليه اندرويد وبعد كده داتا، وكده بتعمل لاسكو هنا على طول، وبتعمل استبدال الملفات كلها من اللعبة. طبعا زي ما انت شايف بيعمل استبدال الملفات كلها، انا عملت تخطي بس عشان كنت ايه محمله قبل كده فاهم. بتفضل معاك اخر حاجة اللي هو ملف الاو بي، طبعا بتروح عامل له فيو او عرض، وبتاخد نفس الحاجة برضو بتاخده كوبي او نسخ كده، تروح للذكريات الداخلية اندرويد، والمرة دي بقى ايه عشان ده او بي فبنحطه في مجلد الاو بي اللي هو جوه الاندرويد، وبتعمل على طول استبدال ملفات ريبليس، واللعبة كده هتشتغل معاك بدون اي مشاكل. يلا نروح نجرب اللعبة على السريع. زي ما انت شايف ده اللوجو بتاع اللعبة او اي لعبة اف تي اس. طبعا عندي اي باتش تقدر تحمله بنفس الطريقة ديت يا شباب بدون اي مشاكل، ده الطريقة اللي هي هتقدر تحمل بيها اي نسخة اف تي اس واي نسخة دريم ليجا. طبعا نفس النظام نفس كل حاجة تمام من عندي، طبعا عشان عندي ايه نفس الطريقة ديت. وبتخش يا جدعان على طول الطريقه اشتغلت معاك بدون اي مشاكل، واللعبه اشتغلت وزي الفل والحمد لله كله تمام و100 100. تمام يا جدعان كله كده تمام و100 100، واللعبه اشتغلت معانا هو الاهلي والزمالك، ولعب ركله البدايه والشغل اللي بتاعنا. طبعا عندك هنا بايك احمد فورمكس اللي هو من صنع قناه احمد فورمكس. طبعا يا جدعان ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، عشان والله الواحد بيتعب في الباتشات اللي هو بيعملها لكم دي كلها، اللي هو بنحاول نجدده في اللعبه. اللعبه طبعا من 2015 معموله من دلوقتي في سنه 2025، يعني 10 سنين يا جدعان اللعبه بقت قبلها 10 سنين 10 سنين من تعرف اللعبه، بنعملها باتشات ومحدش زهق منها، ولحد دلوقتي في ناس ياما بتلعبها، ومن الناس اللي هي متابعين عن طبعا ان انتوا بتلعبوها، وبشكركم جدا ان اللعبه دي لسه لحد الان مميزه، لازم نكسبه كل شويه. جاستون سيرينو دوت ان شاء الله نشتريه في الكارير مود. طبعا يا جدعان انا بنزل محتويات جميله جدا طبعا على التيك توك، لو الناس اللي عايزه تتابعني على تيك توك هسيب لك لينك التيك توك في الوصف. طبعا دخول المباراه بهذه الطريقه الرائعه في اللعبه زي ما حضراتكم شايفين.
سدد جول 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 من وس الشحات، حسين الشحات المره دي بقى يا جدعان، الشحات بقى اللي عملها ولا مين اللي كان عملها؟ هو حسين الشحات. بص الجرافيكس مميز جدا في اللعبه بهذه الطريقه الرائعه. وجول جول 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 عالمي 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 في FTS 2025. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد وحديث من قناه احمد فرمك سيدان. ده انا شايف اللعبه جميله جدا بدون اي مشاكل، شغاله وكل حاجه موجوده في اللعبه زي ما حضراتكم شايفين بدون اي مشاكل في اللعبه. الدوري المصري طبعا هذا الدوري الرائع. وبكده شايفكم الفيديو بتاعنا خلص، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وسلام.